أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة النسخة الجديدة من تطبيق سند الحكومي بعد الانتهاء من إضافة بعض التحديثات والإضافات الجديدة من خلال رفع النسخة الجديدة من التطبيق على الهواتف الذكية. وأشارت الوزارة إلى أنه ومن خلال النسخة الجديدة من التطبيق أصبح بإمكان المواطنين إنشاء هوية رقمية تمكنهم من الوصول إلى سجلاتهم الشخصية التي تشمل البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد ورخصة القيادة ورخصة المركبة وشهادات الثانوية العامة والجامعية والوصول إلى الهوية الصحية. كما سيتيح التطبيق أيضا قيام المستخدم من دفع الفواتير الخاصة به من خلال ربط التطبيق مع قنوات الدفع المتوفرة. أرحب بمدير مكتب إدارة المشاريع في وزارة الاقتصاد الرقمي أيمن عنبتاوي. أهلا بك سيد عنبتاوي، وبداية نود أن نسمع منك ما هو الجديد الذي يحمله هذه النسخة من تطبيق سند الجديدة، ولماذا تم إطلاق نسخة جديدة؟ يسعد مساك سيدي. أول حابب أبدأ من الهدف من تطبيق سند، طبعا يصبح هو المنصة المركزية للخدمات الحكومية. النسخة الحالية كما ذكرنا من قبل هي نسخة معدلة للتطبيق السابق، وسيستمر عمل إن شاء الله على تطويرها وتحسينها ليكون الخيار المركزي والأسهل للمواطنين والمقيمين في الحصول على المعلومات والخدمات الحكومية. يعني بالنسبة للنسخة المحدثة من التطبيق تحتوي على كما تفضلتم مستندات الرقمية الحكومية مثل الرخصة، رخصة القيادة، رخصة السواقة، بطاقة الأحوال المدنية إلى آخره، والسجلات الشخصية مثل معلومات المواطنين، معلومات الأحوال، الممتلكات إلى آخره. وطبعا ضفنا خدمة دفع الفواتير والهوية الصحية طبعا اللي بتحتوي على شهادة التطعيم وفحوصات كورونا، بالإضافة إلى مجموعة مختارة صغيرة قليلة نحكي من الخدمات الحكومية لقياس درجة رضا المواطن في الفترة الأولى. نعم. طبعا جاري العمل أيضا على إضافة الخدمات الحكومية خلال العام 2022 إن شاء الله تباعا للوصول إلى عدد خدمات يغطي أكثر من 80% من احتياجات المواطنين والمقيمين بالدرجة الأولى. نعم. إن شاء الله أيضا سوف نقوم قريبا بإضافة خدمة التوقيع الرقمي، المخاطبات الرقمية وكثير من الخدمات الجديدة اللي هي بتحكي بتغطي أكثر ما زي ما حكينا احتياجات المواطنين والمقيمين. نعم، لكن ما ذكرته من خدمات في البداية هي الآن فعالة على هذه النسخة الجديدة من التطبيق. طبعا كل الخدمات المختارة هي فعالة على تطبيق سند دون الحاجة للمواطن أو المستخدم للخروج من التطبيق وتحويل المستخدمين على مواقع المؤسسات الأخرى مثل النسخة الأولى السابقة للسند. فكل الخدمات هي مبنية داخل تطبيق سند نيتف، نحكي إنه هي داخل التطبيق بدون داعي للخروج إلى أي مؤسسة حكومية. نعم، هل على المستخدم اليوم حذف النسخة القديمة وإعادة تحميل التطبيق من جديد؟ لا، هلا اذا اي مواطن عنده تطبيق سند نازل على موبايله ان شاء الله اليوم يعني نحكي على الساعه 12 او 1 ان شاء الله حنعمل زي نحكي فورس ابديت على الابلكيشن على تطبيق سند، على اساس اي مواطن حيستخدم التطبيق غدا صباحا حيكون خلص اول ما يضغط على تطبيق سند القديم راح يتحدث على طول. نعم، قبل اللقاء ومن باب الفضول حاولت الاطلاع على نسخة التطبيق على متجر التطبيقات، وجدت تطبيق سند لديه تقريبا 3500 تقييم وحصل على تقييم 1.3 من أصل 5 على متجر التطبيقات. هل أخذتم في هذه النسخة المحدثة بملاحظات المستخدمين؟ طبعا التغذية الراجعة من المواطنين هو أساس عملنا، وحاولنا جاهدين لحل جميع الشكاوي في النسخة الحالية، وأكيد سنقوم بمراجعة التغذية الراجعة أكيد من المواطنين في النسخة الحالية والعمل عليها بأسرع وقت ممكن. لكن بالنسخة المحددة من تطبيق سند تم حل جميع المشاكل أو الشكاوي التي أصدرت إلينا من المواطنين. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفصيلات مدير مكتب إدارة المشاريع في وزارة الاقتصاد الرقمي أيمن عنبتاوي.